حياكم الله اليوم الاحد ويانا الصبح من سوق الجبيل تعرف فيها ان شاء الله وياكم اليوم على اسعار الاسماك. اليوم من دخلت السوق الكل يزقرني اليوم تنزيلات فاخذكم ويانا بنتابع ونشوف الاسعار ما شاء الله كم وصلت اليوم والاسعار اللي نزلت عندنا بدايه بالهوامير. روبل السلام عليكم. السلام عليكم. سلام. التنزيلات اليوم خبرني شو الاسعار؟ اليوم 55 حامور رخيص اليوم كله سميد. مره اليوم إيه. رخيص كل شيء رخيص عندكم. ايه اليوم كله سميد. بدايه بالهامور كان من 60 وصل الى 55. القرام هنا مدريس كم؟ كيلو 40. 40 عندنا القفداره هنا. قفداره كيلو 40. 40 الجيش عندنا ما شاء الله 30 درهم الجيش من 35 سابقا. عندنا الحلوايو ما شاء الله كم؟ حلوايو 55. 55 حلوايو كانت على تقريبا 60 65 اليوم على 55. وعندنا هنا البواليل على كم ما شاء الله؟ وهمور حي 60 اليوم. 60 امس 70 اليوم 60. نعم كان 70 75 اليوم على 60 درهم. اليوم بعد تقولون الشعري نازل سعره. روبل كم وصل الشعري اليوم؟ شعري مال طرات 27.5. 27.5 اليوم رخيص. عندنا الشعري اللي هو طبعا الكراديس العربيه كان على 35 اسبوع اللي طاف واليوم على 27.5 درهم سعر الكيلو عندنا ما شاء الله. والكوفر كم؟ كوفر 35. 35 عندنا الكوفر. والشخيري كم وصل سعره؟ الشخيري 22.5. 22.5 قبل كان على 30 درهم. 30 درهم على 30 وصل الى 22.5 درهم سعر الكيلو عندنا ما شاء الله مشاهدينا الكرام. طبعا الاسعار مثل ما قالوا اليوم تنزيلات والاسعار نزلت عندنا في سوق الجبيل بالذات السمك ما شاء الله عندنا هني. بنشوف وياكم بعد هني سعر الجش. هنا الجش على كم عندنا الجش؟ جش كيلو 30 درهم. ها 30 الجش على 30. صافي صنيفي كم؟ 35. 35 صافي صنيفي. وعندنا هني القرفه ما شاء الله القرفه 15 درهم. القرفه اليوم وصل سعرها على 15 درهم وصل سعر الكيلو. بنكمل وياكم بعد بنشوف هني الفرش كم وصل عندنا؟ 25 الفرش. هنا تحط الكاميرا مجرد شوفوا عندنا حبات الفرش ما شاء الله هنا على 25 درهم سعر الكيلو موجود عندنا اليوم في سوق الجبيل. وانواع مختلفه من الاسماك مثل ما تشوف اخوي اسماعيل اختي يمن ما شاء الله عندنا الشعري والشخيلي عندنا انواع كثيره. وهني بعد شيء واصل عندنا هنا بنطالع وياكم شو وصل من السمك هنا عندنا. السلام عليك حمزه. عليكم السلام. صباح النور. كيف حالك؟ والله طيب. تمام ما شاء الله. سبريم المحلي. ايوه هذا سبريم المحلي. حمزه ارفع لي حبه ما عليك امر. اوكي شوفوا عندنا هنا السبريم المحلي طبعا هذا كم سعر الكيلو؟ 23 درهم. 23 درهم سعر الكيلو. عن الثانيات المستورده تينا على 26 تقريبا التركي الى الان 26 درهم. 26 درهم وعندنا المحلي ما شاء الله اليوم على 23 درهم. وهناك شو عندك حمزه ورا بعد عندنا هني تفضل منه حمزه تعال. شو عندنا؟ عندنا الهوامير طرات كم وصل سعرا؟ 50 درهم. 50 اليوم هني على 50. دتشات ثاني على 55. والنعيمي كم ما شاء الله؟ النعيمي 30 درهم. 30 درهم للنعيمي. والسبريم والشعري كم هناك؟ الشعري 27.5. 27.5 عندنا. والدردمان 10 درهم اليوم ما شاء الله على 10 اليوم. الدردمان على 10 دراهم. والسولي كم عندنا ما شاء الله؟ السولي على 20 درهم. على 20 السولي اليوم ما شاء الله. شوف الالوان الطيبه هناك على 20. أيوة. على 20 والدردمان على 10. مليخ اللي يبغى اليوم حياه الله يحب المقلاي اللي يبون مقلاي يبون الصالون اليوم عندنا. وعند اخونا حمزه السبريم والشعري والدردمان. الدردمان على 10 يعني سعره وايد رخيص. ايوه ماش كميات كبيره عندنا في السوق. ايوه هاي موسم مال الحين موسمها طبعا. الحين عندنا الدردمان وعلى 10. يعطيك العافيه حمزه وما شاء الله مثل ما شفتوا عندنا السبريم اليوم المحلي متواجد في السوق بكميات وافره عندنا هني وفي الصناديق. وفي عندنا دتشه طبعا في اخر السوق ما شاء الله مشاهدين مثل ما تشوفون يانا السوق عامر مجرد حط الكاميرا الناس كلها واقفه تشرى اليوم السمك لان السمك وايد نازل سعره ورخيص ما شاء الله وصل حتى بالذات الشعري عندنا نازل سعره. بنكمل وياكم بعد بنشوف هني اليوم الربيان ما شاء الله الدتشه عامر بعدنا من بدايه الدتشه الى اخرها عندنا التايجر عندنا الابيض وعندنا الفلاور. بنشوف وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. بدايه كم سعر التايجر هنا الصغير؟ صار هذا 40 درهم. 40 درهم عندنا تايجر صغير. والابيض هنا؟ هذا ابيض مال جنب وهذا 45 درهم. 45 وهذا نفس الشيء ولا غير؟ لا هذا اكبر شوي. 60 درهم شوي كبير. هذه اللي على 60 شوي اكبر. والتايجر عندنا هنا؟ تايجر 80 بلا. 80 ما شاء الله عندنا التايجر شوي. والفلاور هنا؟ هذا 70 درهم. 70 أيوه. اليوم شوي ربيان سعره غالي. اليوم شويه مرتفع سعره، احنا ضارين عليه ان السعر نازل لكن اليوم شويه عندنا. لكن مشاهدينا الكرام احجام اكبر، هنا اللي عندنا احجام اكبر وهنا شو عندنا؟
هذا 110 درهم 110 درهم هذا تقريبا دائما سعره 110 105 هذا سعر ما تغير ولا بستر اليوم كم 90 درهم 90 درهم طبعا الحبات الكبار الحلقات اللي طافت كنا نجيب لكم اللبستر بس الاحجام الصغيره كانوا على 80 درهم اليوم ما شاء الله عندنا الاحجام الكبيره على 110 درهم مستمرين معاكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام ما شاء الله من كثر الدكات كثر الناس مستوي زحمه نبغى نشوف ايش عندنا الاسماك المستورده عندنا من البياح عندنا من السبريم هنا اللي سمناه هناك المحلي عندنا هنا التركي هذا شوفوا هنا سعره حاطين لكم اياه 26 درهم سعر الكيلو عندنا هنا والسيباس كم وصل سعره 30 من سيباس 30 نعم. السيباس على 30 وعندنا البياح المصري هنا 120 على 20 درهم نعم. على 20 درهم والبلطي هناك كم وصل بلطي 15 15 نعم. درهم البلطي طبعا اخر الدتش عندنا هناك ما شاء الله احجام مختلفه والسيباس والسبريم والبلطي هنا على 15 درهم سعره ما تغير الى الان بنشوف وياكم بعد عندنا هناك اسماك مختلفه بعد السبريم سبريم عندنا تقريبا ثلاث انواع موجود عندنا في السوق التركي التونسي والمحلي وهذا مثل ما تشوفون عندنا هنا من تونس ما شاء الله وسعره على 25 درهم سعر الكيلو عندنا اليوم على 25 درهم السبريم والسيباس كم 30 30 السيباس على 30 وباقي الاشياء طبعا اللي هي البياح والبطي اسعارها ثابته بنكمل وياكم بنشوف مشاهدينا الكرام اليوم السلمون وشو اسعار السلمون ما دام معظم الاسعار نزلت في الاسماك الثانيه مثل الشعري والفرش عندنا زي السعر كان على 30 حاليا على 25 بنشوف وياكم اليوم السلمون هنا كم وصل سعره السلام عليكم كيف حالك؟ ها في اسعار نازله ولا ثابته؟ 40 40 كم هنا وصل؟ 40 كيلو على 40 وهنا؟ على وسط 35 37 وسط وعلى 40 هنا عندنا الكبار طبعا هاي اللي فيهم ما يقارب بين قريب ال 5 كيلو وهناك تقريبا 3 3 ونص تقريبا كيلو وهنا عندنا اللي هو الفيليه على 65 65 درهم سعر الكيلو عندنا هنا ما شاء الله وخبرني شو اللي هو امير عندك الفيليه كم؟ كم على كم؟ 75 كيلو وصل 75 75 75 تقريبا من زمان سعره ثابت والدردمان 10 10 تنزيلات 10 ما شاء الله اليوم والهامور هناك الكبير كم؟ 40 العود هامور على 40 على 40 عندنا الكيلو والهامور هناك ما شاء الله الكبير على 40 درهم يعطيكم العافيه مشاهدينا متابعينا الكرام زملائي في الاستديو مثل ما شفتوا ما شاء الله السوق عامر بانواع مختلفه من الاسماك واليوم الاحد ما شاء الله والناس كلها متواجده عندنا في السوق والاسعار مثل ما سمعتوا طيبه بالذات الشعري اللي يحبون الشعري اليوم يلحقون على 27 والباشخيل على 22 درهم وباقي الاسماك مثل ما شفتوا عندنا حتى الهوامير نزل سعرها الكبار على 50 واللي هنا شوي وسط على 55 ويعطيكم العافيه خلكم ويانا وتابعونا ويصير وياكم قسم ثاني من السوق. الحلقات السابقه طبعا جبنا لكم ما شاء الله انواع مختلفه من اللحوم والمحلات اللي شفتوها ويا لكن اليوم جبنا لكم هذا المحل اللي عندهم طبعا يبيعون الدياي عندنا تقريبا من 4 إلى 5 محلات متميزه في سوق الجبيل وكلها طبعا شركات ما شاء الله محليه. السلام عليكم جاسر. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. طيب يعطيك العافيه. جاسر خبرنا اليوم شو عندك شو مسوين عروض شو الصحون هنا؟ دجاج ركبه في دجاج صدر في دجاج افاده في دجاج جيجا فاينس في ما شاء الله في انزين هاي الصحون على كم الحين جاسر؟ وايد كيلو 5 درهم كيلو على 5 درهم أيوة. كيلو على 5 درهم يعني صحنين ولا صحن؟ صحن نص 2 نص درهم انزين هذا الحين تقريبا مشاهدي الكرام 500 جرام يعني نص كيلو هم بغينا صحنين بيظهر علينا السعر 5 دراهم طبعا الصحنين هاي للكيلو
زين وعندنا هنا الصدر جاسر كم؟ دجاج صدر فيه كيلو 34 34 أيوة. درهم الكيلو أيوة. طبعا نتكلم عن صحنين مش الصحن، فالصحنين بيطلع لنا علينا ب 34 درهم سعر الكيلو. طبعا هذا الاحجام صغار ولا كبار الدجاج هذا؟ في كبير فيه، ممكن 1000 جرام فيه، 900 جرام فيه، اي شغله 900 أيوة. تقريبا موجودات عندنا هنا في الصحون هاي اللي مرتبينها هنا اخونا مرتبنا اخونا جاسر. جاسر طبعا من الشركات شركه الواحه وشركات معروفه ما شاء الله عندنا هنا محليه. وهذا شو افخاذ؟ ايوه افخاذ هنا عندنا. بعد كم قطع داخل جاسر؟ ثلاث صحن يجي، اربع صحن يجي، مرات يجي ثلاث قطع مرات اربع قطع، طبعا على حسب نص الكيلو او الكيلو. الحين هذا نص كيلو، نص كيلو 7 درهم، كيلو 14، كيلو ب 14 درهم. عندنا الافخاذ مثل ما شفتم مشاهدينا الكرام، طبعا الصحن يجيكم في اربع احيانا قطع الى ثلاث قطع على حسب حجم الدياي. مرات تجيكم اللي هي الاوزان الكبيره مثل 1100 1200 هذه تكون تقريبا ثلاث قطع، واذا اخذنا 900 وشويه نازل بيكون بين اربع قطع تقريبا. وهني عندنا القوانص والشبتن شويه. هاي قوانص في هذا قوانص نص كيلو، هذا بعد نص كيلو. كيلو كامل كم؟ كيلو 12 درهم، نص كيلو 6 درهم. 6 درهم عندنا الصحن هذا على الست، وبغيته كامل طبعا الكيلو كامل يظهر علينا 12 درهم ما شاء الله. القوانص هنا عندنا وعندنا الشبود هنا، طلع لي الصحن هذا. هذا الدجاج كبده فيه. كيلو 16 أيوة. كيلو 16 درهم عندنا الكيلو طبعا. وهذا الصحن نص كيلو تقريبا عندنا موجود. ما شيء قلوب اليوم؟ ما شيء؟ لا قلوب كبده سوا سوا يجي. هذا مخلوط؟ ايوه هذا مخلط. طبعا شوفوا هنا القلوب عندنا وهنا الشبود، وفي بعد احيانا يبيعون صحون خاليه بس قلوب الدياي، لكن هذا طبعا مثل ما تشوفونه مخلوط هنا عندنا. هذا ما شاء الله في حد الناس يحبونه مقلاي، حد يسوونه مشواي، بس بهارات بسيطه وعلى الضوء، او بيسوونه طبعا مثل ما قلنا مقلاي ولا شيء. وعندنا هني بعد جاسر خبرنا احجام أيوة. الدياي كم الاسعار؟ في 600 في 650 في 700 في 750 في 800 850 900 950 1050 ما شاء الله كله وزن فيه موجود. اليوم متوفر عندك كل الاوزان اخوي أيوة. جاسر مثل ما قال من 600 الى 1200 اخر شيء. ايوه 1200 زين. الحين 600 10 حبات في الصندوق واحد أيوة. كم يسعر؟ 78 يجي 78 أيوة. درهم 78 درهم طبعا 600 جرام. طلع لي الحبه هذه شويه جاسر هنا، شوف هذه الاحجام اللي عندنا تقريبا. هذه كم الحين؟ هاي 600 جاسر؟ لا ما في 600، هاي الموجوده في 600. هاي كم الحين؟ في 800. هاي 800، هاي 800. شوفوا الحجم عندكم هنا، هذه 800 جرام موجوده عندنا. هاي كم الصندوق بيكون جاسر؟ صندوق 104 104 درهم 104 درهم. وهذه كم احجامهم؟ 850 850. هاي 850 عندنا بعد. وهناك عندنا شو جاسر بعد خبرنا؟ 900 في 950 في 900 الى 950. طبعا مشاهدي الكرام انتم السوق هنا وتختارون، حاطين لكم هنا الصيانه ان بغيتوا بالحبه ان بغيتوا بالصندوق بالصندوقين. وطبعا يشمل السعر اللي هو التقطيع وتقطيع الذبيه عفوا الدياي، بغيتوها ست قطع ثمان قطع على حسب ما تبونها. تبونها كامله مثل ما هي بعد جاهزه بشلونها، بغيتوها مقطعه بعد جاهزه. جاسر شكرا، يعطيك العافيه، ما قصرت، جزاك الله خير. متابعينا مشاهدينا الكرام شفتوا وياكم ما شاء الله هذا المحل متميز عندنا هنا باسعار الدياي المعروضه عنده وانواع المختلفه. خلكم ويانا تابعونا، مسير وياكم بعد القسم الثالث من سوق البنيه، تعرف وياكم على أسعار الخضار والفواكه. خلكم ويانا وتابعونا. حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا الكرام، مستمرين معاكم طبعا حاليا متواجدين احنا في قسم الخضار والفواكه، نتعرف فيه ان شاء الله وياكم اليوم على اسعار الخضار والفواكه المعروضه عندنا في معظم المحلات في سوق الجبيل. نبدا هني مع بابو. السلام عليكم. سلام. كيف حالك؟ زين طيب تمام. بابو أيوة. بابو خبرنا اليوم شو اسعار أيوة. البصاله اسعار البطاطا؟ ايوه هذا بصل 7 ريال 4 كيلو 7 دراهم أيوة. 4 كيلو. والبطاطا هذا بطاطا 5 كيلو 10 ريال 10 دراهم أيوة. هذا لبناني مصري؟ لا لبناني. لبناني وهذا أيوة. هندي. هندي هندي اليوم عندنا أيوة. هندي عندنا أيوة. لبناني طبعا لبنان. مثل ما تشوفون اللواني عندنا هنا أيوة. بابو ورقيات هنا على كم؟ هذا كله نص درهم، هذا بيرتشاي هذا أيوة. حلبه نص درهم، هذا ريحان نص درهم. كم ربطه يعني ربطه؟ هذا ربطه 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 درهم ايوه ربطه أيوة. درهم عندنا هنا. شوفوا هاي الحلبه أيوة. والربيط طبعا والجرجير ما شاء الله والريحان بقال. الخس كم وصل سعره؟ خس 4 درهم وهالكيلو 4 دراهم للكيلو عندنا اليوم. الخس ما شاء الله سعره واصل على 4 دراهم. انزين بابو نسير ياك قدام نشوف اليوم الطماط كم وصل سعر الطماط؟ الطماط هذا كيلو 3 درهم، هذا مالي سوري 3 دراهم ايوه 3 دراهم عندنا اليوم.
طبعا الطماطم يونيه على سحاره كم؟ سحر هذا 20 درهم 20 كيلو ايوه 20 درهم كم أيبه. كيلو داخله؟ هذا 8 كيلو 8 تقريبا 8 كيلو انزين تعال خلينا نصير ياك بابو داخل هناك نشوف عندنا ما شاء الله اليوم عندنا الصناديق وفريم ما شاء الله سحارات مثل ما تشوفون مشاهدينا الكرام طماط والكوسه والخيار هناك الكوسه كم هنا؟ هذا كوسه محلي 5 درهم وهذا كيلو محلي 5 درهم أيبه. وهذا؟ هذا صندوق هذا في محلي محلي بعد ايوه 12 درهم 12 ايوه 12 درهم الخيار عندنا خيار 3 درهم مال هذا ملعين هذا ها محلي ها طبعا خيار محلي عندنا مشاهدينا الكرام محلي من العين أيبه. كيلو على كم بابو هذا 3 ريال 3 درهم أيبه. 3 درهم عندنا أيبه. والفلفل بارد هنا هذا فلفل بارد مال اردني أيه؟ هذا 6 درهم وهذا كيلو 6 درهم أيوه. الباميه كم وصل سعره باميه مال عماني هذا في 8 درهم وهذا كيلو 8 درهم أيوة. 8 درهم طبعا نزل سعره من فتره كان ينباع تنباع او الصندوق الصغير مثل هذا مثل هالحجم كان ينباع على 15 و10 درهم الحين وصل على ما شاء الله 8 درهم وبابو هذا كم هنا طماطم هذا طماطه ما هذا ثقيل هذا تشيلي طماطه هذا 6 درهم هذا محل 6 درهم أيوة. محلي 6 درهم أيوة. محلي هذا الصندوق الحين اللي عندنا أيوة. كم كيلو فيه تقريبا هذا تقلع فيهم فيه 1 كيلو بس كيلو تقريبا أيوة. تقريبا الحين ما شاء الله من فتره طويله في السوق من الاسبوع اللي طاف متوفره هاي الاحجام من الطماطم عندنا ما شاء الله محليه من البلاد في حد يبيع الكيلو على 10 وفي على 8 على حسب الكميات المعروضه اليوم عندنا اليوم تقريبا نص المحلات اللي مرينا عليهم ما عندهم هذا الطماطم فشوي رد ارتفاع سعره كان على 5 اليوم وصل تقريبا على 8 درهم اليوم أيبه. على 8 درهم انزين بابو تعال خلينا نشوف وياك اليوم عندنا الذره ما شاء الله دورة. كم وصل سعر الذره هذا ذره هذا كيلو كم درهم هذا المحلي ولا محلي. محلي محلي على كم ايوه كم درهم 5 درهم ما شاء الله شوفوا شوفوا ما شاء الله شوفوا طيب الذهبي هنا عندنا ما شاء الله على 9 درهم الكيلو 9 درهم كم حبه يطلع الكيلو ممكن في 3 حبات شكل 3 حبات تقريبا يظهر لنا كيلو من الذره انزين بابو تعال خلينا نصير وياك نكمل نشوف عندنا اليوم ما شاء الله الخضره هناك وهنا عندنا السنطره بس نبدا هنا خبرنا اليوم شو عندك الكيوي عندك التفاح كيوي على كم هذا؟ هذا الايطالي ايوه على كم الصحن؟ هذا الصحن 8 درهم 8 درهم 8 درهم عندنا صح؟ الكمثره هنا كم؟ الكمثره هذا 15 2 كيلو يجي هذا ايه؟ هذا اسبانيا هذا تقريبا كيلوين أيوة. واسباني على 15 درهم أيوة. على 15 درهم عندنا ما شاء الله وين اللي يحبون الكستنه اللي ساروا اللي بيسيرون البر اللي يبون يشوون اللي حتى في البيت تصير طبعا مشاهدينا مش انه يصير البر بس واشوي كستنه حتى في البيت يرمون يسوونها كم كيلو؟ هذا كيلو 8 درهم 8 درهم ايوه مكسيكي؟ لا هذا صيني صيني أيوة. من الصين ها طبعا من الصين عندنا اليوم على 8 درهم ايوه على 8 درهم انزين وهنا شو عندنا كاكا وعندنا الشريفه وعندنا ما شاء الله لبناني هذا صندوق هذا في كيلو نص يجي واحد صندوق هذا هنا أيوة. عندنا كم؟ هذا كم 25 25 عندنا هنا الكاكا كم؟ كاكا هذا كيلو 12 درهم 12 درهم من اسبانيا ما شاء الله وهذا السنطره من وين اللي عندك انا هذا اللبناني هذا هذا اللبناني صندره 8 درهم وهذا كيلو 8 درهم الحين موسم عليه موسم موسم انزين موسم مانجا شو عندنا الحين مصري ولا مصري على كم وصل الصندوق؟ هذا صندوق في 25 25 درهم أيبه. 25 درهم وصل عندنا كيلو 10 درهم ما شاء الله نزل سعره كان قبل صندوق بروحه على 40 درهم 35 درهم 38 درهم اليوم وصل الصندوق وصل الى 25 درهم طبعا المانجا المصريه من برا ما شاء الله لونها اخضر واللي تشوفها تقولها مش بالغه لكن من تقصها سبحان الله اللون برتقالي وبالطعم داخل ما عليه كلام فعليه طلب ما شاء الله بيستمر وعندنا بعد البرتقال اليوم هني هذا برتقال مال افريقيا افريقي أيه. هذا البرتقال الافريقي وكيلو على كم 4 درهم 4 درهم 4 درهم يعطيك العافيه مشاهدينا متابعينا الكرام زملائنا في الاستديو ان شاء الله استفدتوا ويانا اليوم من جولتنا الشامله وياكم في سوق الجبيل بديناها طبعا من الاسماك وانتقلنا للحوم والدواجن ونختم معاكم هذه الجولة المتميزة في قسم الخضار والفواكه قسم الألوان قسم الروائح الطيبة والأسعار الطيبة طبعا اليوم الشامل في سوق الجبيل يعطيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة مع السلامة